وبالعودة إلى آخر التطورات العراقية، انضم إلينا من أربيل ماجد القيسي، لواء ركن متقاعد وخبير عسكري. أهلا بك سيد ماجد. أهلا وسهلا بك يا مرحبا. أهلا بك سيد ماجد. إذن حظر تجوال تام في بغداد وقطع الإنترنت عن العراق عامة، إلى أي درجة الوضع خطير ويستوجب كل هذه الإجراءات بالإضافة إلى القمع العنيف والكبير بحق المتظاهرين؟ لا لا، حقيقة هو إجراء حظر أو فرض حظر التجوال في بغداد وفي بعض المحافظات هو كان إجراءات احترازية نتيجة لبعض الأعمال التي وقعت من خلال يعني أعمال عنف أو أعمال اشتباكات حدثت في بعض المحافظات، وفي بغداد راح ضحيتها بحدود 12 من المواطنين بالإضافة إلى العشرات من الجرحى. هاي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، سابقا المظاهرات كانت تتمركز أو تتموضع في مكان واحد معروف في بغداد أو في أي محافظة في العراق، هناك مركز لتجمع هذه المحافظات. اليوم هذه المظاهرات مختلفة كليا عن المظاهرات السابقة، بحيث أنه توسعت إلى المناطق المحيطة ببغداد وداخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى المحافظات أيضا داخل الأحياء السكنية، وهذا يتطلب جهود كبيرة أمنية للسيطرة على هذه المظاهرات ومنع يعني التجاوز على الممتلكات العامة فيما لو حدثت، أو للحفاظ على أمن المواطنين وأمن المتظاهرين. ولهذا فرض حظر التجوال لتوسيع هذه المظاهرات في هذه المناطق الواسعة من الصعوبة جدا. طيب يعني سيد ماجد، يعني أمام تسارع واتساع رقعة الاحتجاجات إلى غير محافظات، هل الحكومة العراقية تواجه ثورة شعبية بكل أبعادها كما وصفها البعض؟ لا، يعني أنا مفهوم الثورة مختلف أستاذ. يعني مفهوم الثورة هو هناك يعني اعتبارات معينة يقوم بها بعض المنفذين لتغيير نظام قائم في أي مكان. هي ليست مفهوم ثورة بقدر ما هي احتجاجات وتظاهرات ضد يعني ضد ضعف الإجراءات أو الخدمات المقدمة من قبل الحكومة. نعم سيد ماجد، لكن هذه المظاهرات كما تفضلت أنها احتجاجات ضد الخدمات السيئة وضد الفساد، هي تخرج منذ أعوام وخاصة كثرت بين عامي 2015 إلى الصيف الماضي، ولكن هناك من يقول أن هذه المظاهرات تختلف عن سابقتها بأنها ليس لها قادة سياسيين. يعني كان هناك المظاهرات السابقة تشهد أن غالبا التيار الصدري يقود هذه المظاهرات، الآن هذه مظاهرة شعبية عفوية، كيف يتم تفسير ذلك؟ ما يميز، لاحظ ما لو أعطيتني مجال، ما يميز هذه المظاهرات هو التوقيت وطبيعتها والمطالب التي خرج من أجلها المواطنين. من ناحية التوقيت، سابقا كانت المظاهرات تخرج عادة يوم الجمعة، يعني أقوى صلاة الجمعة أو في أيام الجمعة أو العطل الرسمية. هذه المظاهرات خرجت في يوم الثلاثاء، يعني قبل ثلاثة أيام، يعني خرجت بصورة عفوية. هذا من ناحية التوقيت. من ناحية أيضا من يقود هذه المظاهرات، المعروف أنها هي غير حزبية، غير مرتبطة بأحزاب، غير مرتبطة بجهات سياسية معينة في العراق. خرجت يعني من رحم المواطن العراقي أو من رحم الشعب العراقي للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور. ولكن هذه المظاهرات من ينظر إليها عفوية، أنا باعتقادي هناك من يقوم بتنسيق هذه المظاهرات ولكن لا يتم الإعلان عنهم لأسباب عديدة، وبهذه السمة هي تختلف عن باقي التظاهرات الأخرى. سابقا كان هناك تفاوض مع من يمثل المتظاهرين، اليوم الحكومة تواجه صعوبة مع من تستطيع أن تتفاوض كي تلبي المطالب المتظاهرين أو لإنهاء. أشكرك جزيل الشكر، اللواء الركن المتقاعد والخبير العسكري ماجد القيسي، كنت معنا مباشرة من أربيل.